تهرج جبل الهمج راح الجوامع. سببه ماذا؟ جهلنا بأحكام المساجد ما نعرفوش. هي صلة من الصلاة، السلام عليكم، قل والله ما راك في الجامع، بالك راك في ملعب ولا في شارع ولا في نادي ولا في مقهى. علاش؟ لأنهم يجهلون حكم رفع الصوت في الجامع في المسجد. هذا هو مستوى في بيوت الله. علما 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 أن هذه البقعة هي خير البقاع على وجه الأرض بالإطلاق، أفضل وأشرف وخير بقعة على وجه الأرض هي المساجد، وشر بقعة على وجه الأرض هي الأسواق. مشكلتنا اليوم هذه المساجد ردناها أسواق، وما كانش تعظيم المساجد لأن هي عندها قداسة وعندها مكانة وعندها حرمة. المسلمون اليوم لا يعظمون هذه المساجد، بدليل أن الأغلبية فيهم يجهلون أحكام هذه المساجد. وكل المسلمين والمسلمات اللي راهم حاضرين اليوم في الجامع، متى نتعلم هذه الأحكام؟ وقتاش نقراوها؟ وقتاش ونحن نتراود على بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى؟ الطريق المؤدي إلى الله مبني على أمرين. الأمر الأول هو العلم، والأمر الثاني العمل به. فالدعوة إلى الله على بصيرته، الطريق إلى الله بالعلم، وهذاك العلم الذي نتعلمه نعمل به. فتعلمنا وعملنا، ثم بلغنا ونشرنا، ثم نصبر على ذلك ونحتسب. يرحم والديكم اللي يجي للجامع ماذا به يفهم قدره، ويقول في نفسه هذا بيت الله. إذا كان قد أذن لنا في الشارع ولا في السوق، أذن لنا أن نفعل بعض الأعمال، أذن لنا، لكن هنا هذا بيت الله. وهذه البيوت يقول فيها ربي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في الجامع ما تجيش تبدا، في الجامع انت مقيد بالشرع تفعل ما امر الله به، وفي الجامع تترك ما نهى الله عنه. احنا عايشين في الجامع، احنا عايشين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتعليم وحلقات التعليم نبصر نرى نسمع. هل يجوز للرجل يقف في الصف وحده؟ قل ابنا سيبوا صلوا ويجلس وحده، يجوز له ذلك؟ قل له فعلا عمر منا ويكبر بمفرده خلف الصف. الله، هذا كيف الشعار هذا؟ تعامل بالشرع ولا تتعامل بهواك؟ وإذا قلت للرجل عن يمينك تقول له سوي القدم، صدقنا يخرج ويرى. أنا شاهدت هذا، ما حكيش الخيال، أنا أحكي لكم واقع تعيشها. وإذا كانت فرجة يجي واحد يدخل، واحد
ده يرزقك، ده الانتراب، ده العقال. علمك كان فرجة يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل، فهي تأثر. خدش هنا، احنا هنا أدرى يغيرونها هنا، فيتأثث إذا رأى واحد فينا سد الفرج يتخلق، وإذا دخل كيف يخرج؟ يصلي بمفرده، وكيف يستأثر من ذلك؟ يخرج من النفس فلا يصلي. هذا واقع في المسألة، هذه شرعية في الجوامع. وهناك من يرى أن المسجد مسجد تاع الجمعة فقط، يقول لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهو لا يحضر المسجد إلا بالجمعة فقط، وما يجيش ما يجيش، باقي الصلوات لا يصلي في المسجد. وهذا الكلام هذا الأخذ أنا مسألون، متى نتعلم أحكام المساجد؟ إذا كنت لا تأتي إلى المسجد أيام الأسبوع. متى؟